المحافظة. وجابت القضاء تظاهرات كبيرة وصولا إلى مبنى هيئة استثمار البصرة، فيما ردد محتجون شعارات تتهم رئيس الهيئة بالفشل وطرد الاستثمار. أعلنت البحرين أن قوتها قتلت 3 أشخاص واعتقلت 7 آخرين في اشتباك مسلح وقع في البحر لدى محاولتهم الهرب إلى إيران، وأضافت أن العملية مرتبطة بهجوم على سجن وقع الشهر الماضي. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفير روسيا في الولايات المتحدة قوله أنه لا توجد خلافات جوهرية بين موسكو وواشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني. وأضافت الوكالة نقلا عن السفير قوله أن موسكو عازمة على إقامة حوار مع واشنطن حول الاتفاق الإيراني، وأن الخلافات القائمة تتعلق بالأسلوب وليس الجوهر. رفض الرئيس السوري بشار الأسد إقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين، وهي فكرة أيدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا أنها لن تجد